مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل، ايها الحفل الكريم، متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الرائعة ومع هذه الانطلاقات المستمرة في هذا المساء المغاير، في هذا المساء المميز والجميل. نحن وإياكم في انطلاقات مستمرة وفي تحديات متواصلة. ها نحن مع انطلاقة الشوط الحادي عشر والمخصص للإبكار الثنايا. المسافة هي 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للفائزة بالمركز الأول. نسير بحضراتكم في جولة هنالك مع هذه الأسماء وهذه الأبطال، بداية إلى الصدارة وإلى العيدهية لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. من يتقدم على الصدارة وعلى البداية الأولى؟ نتابع وإياكم النقل والدور إلى ثاني المراكز، حيث القدوم من قبل اندفاع هي الحاضرة والمتواجدة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الذي ياتي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز هنالك سجا الحاضرة والمتواجدة على المستوى الثالث لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز، ومن الجانب الأيمن نتابع وإياكم هنالك الدور، دور ربوع هي الواصلة لهجن شحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم لنا ربوع على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز التي تحمل هذا الشعار الجميل هنالك جوهرة بشعار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك بن راشد بالقوبع الحميري هو القادم على المستوى الخامس. هكذا أيها الحفل الكريم، كما تتابعون الخمس المراكز الأولى، الشعارات التي أبعتها على مسامعكم هي الأسماء المتواجدة والمؤسسات الحاضرة في هذا المساء، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى الانطلاق الأول لكي نتابع انطلاقة العيدهية على الصدارة. من تتقدم على البداية الأولى بشعار مؤسسة هجن الشحانية بهذا الشعار العنابي الجميل الذي ياتي وينطلق على الصدارة على البداية هنالك العيدهية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى ثاني المراكز من الجانب الأيسر للوصافة، وهنالك انطلاقة اندفاع الحاضرة والمندفعة على المستوى الثاني لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ثالث المراكز الحضور من قبل ربوع الواصلة لهجن الشحانية، تتقدم من مركز إلى مركز خطوة بخطوة مستمرة لكي تأتي بشعار هجن الشحانية وباندفاع رائعة من قبل محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الحوت المتواجد بطل هذه الأمسية يتواجد على المستوى الثاني، يغير بدوره إلى الصدارة وينطلق نحو البداية الأولى. نتابع انطلاقة المركز الثاني والحضور والتواجد من قبل العيدهية، وصلت الآن بشعار هجن الشحانية وتواصل جار الله بن محمد بن عقيل، يصل الآن على المستوى الثاني. ثالثا اندفاع الحاضرة المتواجدة القادمة من دانة الدنيا دبي على المستوى الثالث لهجن العاصفة وباندفاع غياث الهلالي مع اندفاع. نشاهد وإياكم رابع المراكز، وهنالك حيلة هي القادمة لهجن الشحانية بقيادة البرنس، يقدم
قدم لنا حيلة على المستوى الرابع نقلتنا إلى خامس المراكز، حيث التواجد من قبل جوهرة الواصلة بشعار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بالقوبع الحاضر والمتواجد على خامس المراكز. الخمسة المراكز الأولى، الخمسة الشعارات، الخمسة الأسماء الرائعة والجميلة، ولكن بقيادة من؟ بقيادة هذه البطلة العيدة هي على الصدارة، أو هنالك ربوع، ربوع على الانطلاق الأول، تتحكم بهذا المصدر وتتقدم وتترأس هذه الأسماء والشعارات. هنالك لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا ربوع، حيث الانطلاقة الأولى بهذا المسار الجميل في هذه الأجواء الرائعة والمغيمة مع هذه الانطلاقات المتواصلة والتحديات المستمرة، اندفاعت ربوع على الصدارة بينما النقل إلى ثاني المراكز لكي نشاهد اندفاع على المستوى الثاني لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الحاضر على المستوى الثاني ثالث المراكز. نشاهد العيدة هي التي تتواجد على المستوى الثالث لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل ياتي على ثالث المراكز يقدم لنا هذه الانطلاقة. نتابع وإياكم النقلة إلى رابع المراكز، هنالك الوصول والقدوم من قبل هذا الاسم القادم، وصلت حيلة هلال لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل يصل مع انطلاقة حيلة على المستوى الرابع النقلة إلى خامس المراكز، حيث الانطلاقة من قبل سجى لهجن الرياسة، هنالك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الواصل على المستوى الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الأفاضل عشاق الأصالة وخصيصا عشاق الثنايا، الخمسة المراكز الأولى، الخمسة الشعارات التي تشاهدونها من خلف الشاشات وعبر القنوات الناقلة عبر الأحداث المباشرة، ربوع على الصدارة، ربوع، ربوع على الانطلاق الأول لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم يتصدر هذا المشهد، يقدم لنا ربوع بعدما أتى بأسماء نادرة، بعدما قدم لنا نوعيات كبيرة ورنانة. هنالك الآن يأتي مع انطلاقة ربوع على البداية الأولى، نشاهد النقلة إلى ثاني المراكز، حيث التواجد من قبل اندفاع هي الحاضرة على ثاني المراكز، تتقدم بشعار هجن العاصفة بانطلاقة غياث الهلالي الحاضر على المستوى الثاني وثالثا. هنالك العيدة هي لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل وتابع الأسماء، الذلال اقتربت الآن، الشعارات وصلت الآن، المؤسسة حضرت الآن، القادمة في هذه الأثناء وصلت جزلة لهجن الرياسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو القادم على المستوى الرابع النقل إلى خامس المراكز، لكيار الغربية هي الحاضرة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المتواجد على خامس المراكز. ونتابع تسلل من قبل متعبة هي الواصلة لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. إذا مشاهدين الأعزاء مخلص هذه الانطلاقة إلى هذه اللحظة، هنالك الشحانية على الصدارة على البداية مع انطلاقة وتواصل البطلة ربوع على الانطلاق الأول، تتقدم وتزداد بهذه السرعة لكي تقدم لنا العروض المتميزة والجميلة. نتابع الأسماء التي
اقتربت الآن من قبل انطلاقة العيدهية، وصلت لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل يصل ويحضر على المستوى الثاني، حضور من قبل ثالث المراكز الغربية. وصلت لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، نتابع النقل إلى ثالث أو إلى رابع المراكز، حيث الوصول تحركت إلى متعب وانطلقت بهذه السرعة لهجن الرياسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهنالك متعب تأتي بهذه الاندفاع لهجن الرياسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المستوى الثالث، النقل إلى رابع المراكز، حيث التواجد من قبل الغربية لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بينما خامس المراكز حضرت العيدهية الآن، ولكن هذه هي الآن جزلة، جزلة على الصدارة، جزلة جزلة على الانطلاق الأول لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلت متعب الآن مساندة لهذه البطلة مع انطلاقة جزلة، جزلة 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 مع الأمتار الأخيرة. التهاني لمؤسسة هجن الرياسة وللمجازف الذي قاد لنا هنالك جزلة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثاني المراكز حضرت متعبة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. ثالث المراكز حضرت الغربية لهجن العاصفة غياث الهلالي. رابع المراكز حضرت ربوع لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. خامس المراكز أو ربوع لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. بينما خامس المراكز كان التواجد من قبل انطلاقة سجا لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. العودة وإياكم إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 18 ثانية 38 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الأول. حضرت جزلة على المركز الأول، حضرت على ثاني المراكز متعبة لهجن الرياسة بقيادة المجازف. 12 دقيقة 19 ثانية 86 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثاني. صاحبة المركز الثالث حضرت الغربية لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. 12 دقيقة 20 ثانية 80 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثالث. تهانينا تهانينا وألف مبروك.